بدأ مباراة المنتخب الوطني المصري مع المنتخب المالي، وبداية جمهور المصري يعني كنا نأمل في أحسن من كده. وجهة نظري شايف ان النتيجة كويسة مع منتخب زي مالي، خصوصا ان احنا شفناه وشفنا الأجسام وشفنا الأطوال وشفنا اللعيبة، ولكن ناس كتير زعلانة بعد المباراة على الأداء، فعايز تقول لي انت شفت مباراة مصر ومالي ازاي؟ لا، والأداء مش يعني كلنا كنا بنأمل الفوز في بداية البطولة مع فريق زي مالي. مالي يمكن فنان أقل منك، ولكن بدنيا فريق قوي جدا. في عوامل كتيرة امبارح أثرت على أداء المنتخب، وقصادها طبعا نتيجة طبعا ما كانتش في، يعني كنا نأمل طبعا بفوز في البداية. عوامل خارجية وعوامل داخلية، يعني عوامل الأرض، عوامل الرطوبة. بص، هي موجودة طبعا، يعني مش هسيقول لك الناس بتحط الشماعات. لا يا كابتن، ازاي موجودة بشكل كبير ومؤثر؟ ما نقدرش يا كابتن، كلنا بص يمكن احنا الثلاثة كنا لعيبة كورة وعدينا على المواقف دي. لا ما نقدرش يعني، ده دي بتنزل متهيألي يعني بتنزل 50% من مستوى، بالذات الملعب، أرضية الملعب. يمكن مصر محتاجة يعني بتلعب ملعب أرضية متساوية بتاع دي جزئية الخارجية، العوامل الخارجية. في عامل داخلية بقى، الأداء داخل الملعب لفريق منتخب مصر، يمكن الاهتمام الزايد بالدفاع كان واضح جدا. ما بتقدرش تعمل النقلة الهجومية بعد كده، التطوير الهجومي. بتلعب ضد فرقة أقوية جدا بدنيا، واقفين برضو بيعملوا تمركز دفاعي، عارفين صورة محمد صلاح وتريزيجيه، فواقفين عاملين كثافة كبيرة جدا في وسط الملعب. الحاله الفنيه لمفاتيح لعب مصر ما كانتش في الحاله بتاعتها. عبد الله السعيد، محمد صلاح، يمكن نص الملعب الديفندر اللي بيشتغل بنسبه 100% دفاعي، تمام، ما حدش بيزيد. المهاجمين محتاجين الزياده العاديه دي جايه من تحت، مش موجوده. الزياده العاديه من الاطراف مش موجوده. يعني عبد الشافي حالته امبارح بتهيألي دفاعين وهجومين ما كانش موفق. هو انت تحس ان احنا متمسمرين، يعني كل واحد في مكانه واقف في مكانه ملتزم بالتعليمات اللي واخدها بنسبه 100%، ما حدش عايز حتى يدي حته حاجه من الابداع. ان انت تعمل حته ليك، ما انت لازم، يعني انا كمدرب لازم اسيب لك حته تشتغل فيها، حته بركات، حته الناس اللي ليها الحلول لازم اسيبها لك تبتكر في وقت معين. التطوير الهجومي كان ضعيف جدا. الشراسه اللي انت بعد ما تاخد الكوره ازاي انت عايز تكسب، ما حسيتهاش في لعبه مصر اللي هي الروح القتاليه في الكوره معايا، اللي انا ازاي عايز اروح اكسب، ازاي بعمل زياده عاديه بشكل كويس اللي هو الارتداد يبقى عندي سريع لو خسرت الكوره ورجعت، ازاي بعد ما امتلك الكوره ابتدي اطور بقى من عند فتحي، من عند عبد الشافي. عبد الله السعيد برضو علامه استفهام امبارح ما كانش موفق. ده هو محمد صلاح الراجل وقفل التحركات. بس الناس كلها كابتن حماده، يعني احنا مثلا برضو ما ينفعش ان احنا نختص عبد الله السعيد لوحده ونقول ان هو مش موفق او يعني احنا ما شفناش الاداء بتاعه. ما انا لسه اكمل الناحيه الهجوميه، ما فيش تغييرات اللي كانت بتحصل وخلق المساحات. يعني ثابت محمد صلاح ناحيه اليمين، الشمال تريزيجيه، ثابتين طول الماتش وبيأدوا. يمكن تريزيجيه بذل مجهود كبير في الدفاع مع عبد الشافي، ده جاي على الناحيه الهجوميه، واجب الهجوم اللي عملها، اللي قدر يروح بيها ويعملها لمروان. احنا عملنا لقطتين لمروان محسن، حلو، واحده في الدقيقه 4 الشوط الاولاني اللي هو اتعاملت مع محمد صلاح، دي كانت يعني نقول فرصه بنسبه 60-70%، مش 100%. والكره اللي في الشوط الثاني اللي عملها له تريزيجيه بشكل كويس وهم لعبها في المرمى، دي برده 50% و60% فرصه. دي محصله الاداء الهجومي لمنتخب مصر، لكن هم عملوا حاجات كتير، حاجات كلها عشوائيه، حاجات من القوى البدنيه بتاعتهم، الحاجات العرضيه، كور الثابته، بس انت تخلق خطوره من العشوائيه. طبعا يعني الكره اللي هي بيرفعها موسى الرقم 9 ده من ناحية الشمال اللي طلعها الشناوي، موسى مريجا ببراعه الشناوي طلعها. الحضري برضو الانفراد اللي جه في الشوط الثاني اللي فرد جسمه كويس جدا وطلعها قبل ما الراجل يحط كور بالظبط. ده دي الحاجات. وكان في بقى الحاجات العرضيه كانت بتشكل خطوره كبيره لعدد عبد الشافي، يعني في حاجات كتيره كان ممكن تخسر بيها المباراه. زي ما انت قلت بعد الاداء واللي شفناه، انت بتقول كويس النقطه اللي طبعا خدناها. طبعا كلامك